مرحبا يا حي من شرف من الهجن بيقدم انقاها وفي دارنا قطر دايم ترفرف اعلامنا ترفرف وترحب بكل من ياها مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء عشاقي هذه الرياضه وهذا العالم الساحر احييكم بتحيه اسلاميه خالده فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته ها هي انطلاقاتنا ها هو مهرجان المؤسس طيب الله ثراه ينطلق مع اول ايامه نعم مع اول ايامه وما شاء الله تبارك الله على الشعارات على الاسماء التي توافدت من كل شتى الميادين اقدموا هنا لكي يشاركوا ويتنافسوا على ارضية ميدان التحدي ميدان التحدي الذي دائما يقف على قدميه يرحب بعشاقي ورواد هذه الرياضة هو شوطنا الثالث عشر والذي لا يقل أهمية عن بقية الأشواط بل يزيد الأهمية ويزيد الصراع ويزيد التنافس أسير مع المقدمة مع الصدارة وجهة نظر على المركز الأول والكل وجهة اليوم الكل ناموس اليوم منصور بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية من يتابع وجهة نظر ومن ينطلق مع هذا الاسم المركز الثاني القادمة من الجانب الآخر إثارة يا إثارة ومن البداية يا إثارة سليمان بن سلامة بن سليمان الجهني من يتابع إثارة يا بوي على هذا الاسم المركز الثالث القادمة من الجانب الآخر عالية على المركز الثالث سالم بن دغاش بن محمد العامري صاحب أول الأشواط صاحب الافتتاح هناك منصورة تنضم إلى هذه الكوكبة علي بن محمد بن علي بن سعيد بوشارب ما شاء الله تبارك الله والمركز الخامس الزود القادمة على خامس المراكز سالم بن علي بن بريك الفهيد المري هكذا هي النتيجة للخمسة المندفعين شدوا المطايا يا للمطايا بان التلاقي والوعد حان وكل نفراس نوايا وتوفيق من رب سبحان بعود إلى الصدارة بعود إلى عالية من غيرت وقادت هذا المسار عالية لسالم بن دغاش العامري ما شاء الله هنا نقطة الصفر نقطة التحدي نقطة السرعة التي يعرفها الجميع 1200 منصورة على المركز الثاني علي بن محمد بن علي بن سعيد بوشارب من يقدم منصورة على المركز الثاني المركز الثالث القادم إثارة يا إثارة سليمان بن سلامة الجهني من يقدم إثارة أشوف الواصلة في هذه اللحظات هذه تأثير ما يبتلها طاري إلا هذه اللحظات على المركز الرابع سالم بن محمد بن سالم العامري المركز الخامس القادمة حاملة الرقم 57 هذه طشة ما شاء الله تبارك الله عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن التميمي من يقدم طشة في هذه اللحظات حرك يلي تبغي شوطنا الثالث عشر منصورة من غيرت وقادت هذا المسار علي بن محمد بن علي بوشارب خلك مصحصح شوف القادمة هناك من الجانب الآخر تأثير بدأت تؤثر على الجماهير تؤثر مع المنافسين هناك القادمة طش على المركز الثالث ما شاء الله كوكبة ثلاثية
الثلاثية، كوكب الثلاثية بقيادة تأثير، تأثير وخط النهاية، دائما يرحب بالأبطال، دائما يرحب بالمنتصرين، دائما يرحب بهذا الشعار تأثير. سالم بن محمد بن سالم العامري مصانع الجنوب، شكرا بالفعل وتسلم يمين من رب تأثير. المركز الثاني أوصل التشل عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن التميم، والمركز الثالث منصور علي بن محمد بن علي بن سعيد بوشارب، والمركز الرابع وصلت افعال لسعد بن محمد بن علي الفهيد المري، والمركز الخامس وصلت بشرى لعبد الله بن بطي بن محمد بن راشد الغفلي. ما شاء الله تبارك الله، شوف الاثاره، شوف نعم التحدي مع انطلاقة تأثير لسالم بن محمد بن سالم العامري مصانع الجنوب. التوقيت الزمني 6 دقائق و14 ثانية و88 جزء من الثانية، والتوقيت الزمني لتأثير. المركز الثاني وصلت طشة لعبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن التميمي. التوقيت الزمني 6 دقائق و15 ثانية و78 جزء من الثانية، وتوقيت طشة. المركز الثالث منصورة، كان الوصول لمنصورة لعلي بن محمد بن علي بن سعيد بو شارب. التوقيت الزمني 6 دقائق و16 ثانية و34 جزء من الثانية، هو التوقيت الزمني. نعم ها هي تأثير، نعم من أقدم